اتسم الموسم الفلاحي الحالي بظروف مناخية جد صعبة أدت إلى نقص حاد ونقص تاريخي في الموارد المائية، وتزامن ذلك مع سياق دولي متوتر ومتقلب اللي أثر سلبيا على الاقتصاد العالمي بصفة عامة وزعزع التوازنات بما فيها الاقتصاد الفلاحي العالمي والمنظومة الغذائية العالمية. وهذه الأزمة المتعددة العوامل وذو أسباب خارجية وعالمية طبعا أثرت على نمو الاقتصاد الفلاحي المغربي وكذلك الاقتصاد الوطني بصفة عامة. وفي هذه الظرفية واصلت الحكومة العمل بكل مجهود لتوفير الظروف المواتية والآليات الكفيلة للتخفيف من أعباء الفلاحين ومواكبتهم وخاصة الصغار منهم، وكذلك تمويل الأسواق الوطنية بكل منتوجات بصفة مستمرة ومتواصلة. وهكذا كتعمل الوزارة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواكبة كل مراحل وفصول الموسم الفلاحي الحالي، تنزيل البرنامج الاستثنائي للحد من آثار العجز الحاد للتساقطات المطرية على النشاط الفلاحي، تنزيل المشاريع المبرمجة في إطار استراتيجية الجيل الأخضر تبعاً للبرنامج العمل السنوي للاستراتيجية، وكذلك باشرنا العمل للاستعداد للموسم الفلاحي المقبل واللي نتمنى من الله العلي القدير باش يكون يعني موسما مواتيا وأحسن ظروف من هذا الموسم.